شو عاصمة الصومال؟ جيبوتي. شو عاصمة اليمن؟ الخرطوم. شو عاصمة مصر؟ موريتانيا. موريتانيا هي عاصمة جزر القمر. لا 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 لا. شو عاصمة السعودية؟ عاصمة السعودية إمارات. عاصمة العراق؟ العراق البصرة. مرحبا، اليوم سؤالنا عن عواصم الدول العربية. ننزل نسأل العالم مثلا هذا البلد شو عاصمته، هيك انتم طالبين بالكومنتات على اليوتيوب، فراح نشوف اذا راح يعرفوا ولا راح يخربطوا. شوفوا الحلقة، اي صح، ولا تنسوا انه تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لانه عم نساوي لكم مقابلات انتم طالبينها. شوف شو راح يصير. شو عاصمة السعودية؟ خرطوم. خرطوم السودان. خرطوم السودان. شو عاصمة اليمن؟ اليمن. I am the one the way you don't need. عاصمة اليمن اليمن. شكرا لك والله العظيم. مبارك. شو عادي عم تدرسوا لك؟ عم بعملوا جغرافيا 11 سنة عم يحطوا لكم جغرافيا. طب راح اعطيك غيرها. شو عاصمة اي جزيرة من هدول الجزر عاصمة جزر القمر؟ جزر القمر. شو عاصمتها؟ انا جزيرة موريتانيا. عاصمة جزر القمر موريتانيا. بس تكفي لي هيك بس لو سمحتي، لو سمحتي اذا بيشوفك واحد وينك من جزر القمر بدقك قتله. طب اخر رابع. طب كثير صعبت لنا الاسئله. طب راح اعطيك سؤال سهل. شو عاصمة الجزائر؟ الجزائر. يعني اذا لابسه كمامه فكري ما بسمع يعني. طيب انا ما بعرف اذا بيشبهوا بعض. طيب دمشق. منيح الحمد لله. طب اخر وحده. ها شو عاصمة تونس؟ تونس. والله نفسها. شو عاصمة مصر؟ موريتانيا. موريتانيا هي عاصمة جزر القمر. انت ما بتعرفون هني ما بيعرفوا، نتحدى بعض. تمام. سؤالنا اليوم عن عواصم العالم الوطن العربي. سؤالنا اليوم عن عواصم الوطن العربي. شو عاصمة السعودية؟ السعودية ابو ظبي. عاصمة السعودية ابو ظبي. ممتاز ممتاز شكرا. عاطل جز جز. شو عاصمة السعودية؟ والله كنت عارف انسي. هي بتشبه ابو ظبي بركي. ام ظبي. بس لا يا زين. شو عاصمة السعودية؟ لك شو عاصمة السعودية؟ شو؟ الرياض. الرياض. لحظة لحظة من برا. لا والله لحظة لحظة نعيد السؤال. صفر لك صفر لنا ما حد عارف. سمعت لغة العواصم. لا لا بس هيك سؤال ثاني. هلا شو عاصمة اليمن؟ الخرطوم. ما لا عاصمة اليمن. الخرطوم؟ ما لا عاصمة اليمن. العاصمة ما لا عاصمة. هي عاصمة اليمن مو؟ اليمن هي عاصمة اليمن. لا طول بالك بس. انت انت مسكت الايد وجبته الايد هيك لعند شرفه. شو عاصمة اليمن؟ اليمن. مستمر التعادل السلبي حاليا. اسئلة صعبة. مو؟ طب راح اغيركم. لك راح اغيركم العواصم. طيب شو عاصمة الكويت؟ الكويت عملة مركي طلعت لبرا هيك ظبط. الكويت. الكويت. كويت اول. على اساس تعرفها انت لو قلت. طب اخر وحده. اخر وحده. لا في لسه وحده ثانيه لكم. هلا شو عاصمه لبنان؟ هي سهله. بيروت. 2-1. يا حكيت لا صلى على النبي. تخانوا طيب شوي كمان. هلا هي شوي صارت. شو عاصمه ليبيا؟ ليبيا. عاصمة ليبيا؟ لا هيك كله ما انا هيك. انت فهمان انت شايف الكويت وخلاص كل شيء عم يطبعوا على الكويت. شو عاصمة ليبيا؟ والله كنت بعرف نسيت. عمل لكم اختبار صغير انت وياه شوف مين بيربح. تمام تمام. بس في شغله يعني بيربح بس لاخذ ثاني كف. شو رايكم؟ كف صغير طالع هيك. لا لا تقلق هيك. انت مو واثق معلوماتك العامة؟ اخي ثلاث اسئلة لك ثلاثة قول ثلاثة موافقين؟ تمام. شو عاصمة السعودية؟ جدة. جدة غلط. شو عاصمة اليمن؟ شو عاصمة اليمن؟ شو عاصمة اليمن؟ شو عاصمة اليمن؟ صنعاء. صنعاء. واحد لالو. طفي طفي بدك تاخذ كف هلا. شو عاصمة لبنان؟ بيروت. واحد لالو. شو عاصمة السودان؟ الخرطوم. شو عاصمة العراق؟ بغداد. 2-1 بدك تاخذ كف والله. لا شلون 2-1؟ 2-1 لا ما تنسوا مو قوة يعني. لا معلم احنا اتفقنا هيك اللعبة اليوم. لا
ده هو كف هناك تسيل وشو قدام العالم رح خيم لكم انا يلا بروح بس لو سبوه هو يا والله لا تخاف بلش يلا روح صلي على محمد شو صار لك يلا روح ابن عمك تمام الله يوفق عم زحمان شو صار لك شكرا كثير لكم والله لازم تضحوا قتله بالبيت ابن عمك كمان هلا بالشباب شو عاصمت سعودية؟ عاصمت السعودية إمارات لا ثواني عاصمت السعودية لا هلا كنا بالجامع بس هو عم يكسر ضروري تجيب لي السعودية بالموضوع شو عاصمت سوريا؟ هلا دمشق شو عاصمت الأردن؟ أردن؟ والله ما بعرف والله نحن ما عارفين ما سمعان طيب عاصمة تركيا تركيا براس الوطن العربي شو عاصمت؟ العراق شو عارف العراق انا ما اعرف برات سابا بتعرف ولا سابا ما بعرف شو عاصمة مصر القاهرة الله يخلينا طبعا اخر واحدة لا شو عاصمة دبي شو عاصمة دبي اليمن عاصمة دبي اليمن شكرا كثير لك حبيبي صح لكن شو والله هيك لحش لحشت لحش؟ معينا على الحظ شو صيب؟ أي لأنك كنت بالجامعة خليني أكبر لا هي غلط بس حسنوا حسنات لأنه إنه الله شكرا كتير لك الله يعطيك العافية شو عاصمت قطر؟ بربك بلا هالأسئلة تعال شوي ولو يلا شو عاصمت قطر؟ بربك بلا هالأسئلة شو عاصمت قطر؟ شو عاصمت والله ما بعرف أنا أخي تدي سوريا شو عاصمت العراق؟ ما بعرف بغداد شو عاصمت لبنان؟ أسهل شيء عم بيروت شو عاصمت مصر؟ لا هيك سويتني حمار شكرا اسهل شيء معطيك انه ما بتعرف العواصم شو عاصمة لبنان القاهره مصر لبنان بيروت لبنان مصر مصر اعتمد مصر ولا لبنان مصر القاهره القاهره طيب شو عاصمة المغرب والله المغرب يا زلمه يا زلمه ما بعرف موريتانيا لك سبت الجغرافيا انت عم تاخذه معك انت مركز ما لا انا ادبي بس مالي بالادبي انا هلا يعني جامعه يعني هذا ان شاء الله شو عاصمة السعوديه نعم شو عاصمة السعودية؟ ما في أسهم نفسه عاصمة السعودية؟ عاصمة السعودية يا ناس نفس ألا هي شو عاصمة السعودية؟ رياض شايفة محلها وقفي لي هون لك شايفة طلعت عم تجاوبي تعي معها بس بدلت القرنة وقفي هون قربي شوي شو عاصمة المغرب؟ المغرب؟ ما بعرف بدي اياكي تفكري تذكري هي ألف أول حرف منها نون صدقني ما بعرف شو عاصمة لبنان؟ لبنان بيروت شو عاصمة العراق؟ لك على العراق؟ عاصمة العراق؟ سبحان الله شو عاصمة مصر؟ القاهرة العراق بغداد لبنان بيروت الكويت بحرين لا الكويت ما بعرف عاصمة الكويت البحرين وانا هلا قلت لي افتخر واخيرا لقينا واحدة بتعرفهم كلهم شو عاصمة ليبيا ما بعرف جزر القمر شو جزر القمر ما بعرف موريتانيا ما بعرف السودان الخرطوم طيب نقي واحدة شو عاصمة سوريا دمشق عم سهلة إيه والله أصدق طب لا ألسألك بعد سهلة هلا سهلة كثير شو عاصمة الصومال ما بعرف يا الله والله عم أعطيك السهلين يا الله شو عاصمة الأردن ما بعرف لا الأردن ما بعرف ليه ما عاصمة الأردن ما بعرف لا والله ابتدي صور صورة بالتليفون عشان عايدة لا من عايدك هون ان شاء الله كل عام وانتم بخير انت بخير ايش عمري 20 ان شاء الله عبال المليون هيك وينك ايدي خلقك من الدنيا ماشي هيك شغلات حلوة والخيرات وكذا وهيك ويجيبوا لك هدايا ظريفة جابوا لك هدايا لسه ما عم نشتري هلا امبارح كان عيد ميلادك لسه ما عملت شيء انت مجهزه عيد ميلادك لحالك؟ طبعا انا لحالي ليكي اسعد نفسك بنفسك فوتي تفاجئي اعملي حالك هلا اليوم فاجئوني على الاساس انا عرفانه بكل شيء شلون كان ردت فعلك؟ شلون صحصحه؟ ايه ده 24 شو عاصمة السعوديه؟ نعم شو عاصمة السعوديه؟ رياض لا صحصحه ممتاز شو عاصمة الكويت؟ كويت شو عاصمة مصر؟ القاهره شو عاصمة الصومال؟
جيبوتي؟ خرطوم خرطوم. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا خرطوم؟ لا السودان خرطوم. ايه تخشوا كمان ايه نحن بنحب التعاون. عاصمة الصومال جيبوتي؟ ما هي جيبوتي. طيب شو عاصمة ليبيا؟ طرابلس. شو عاصمة العراق؟ بغداد. نسأل طيب يعني معلومات جغرافية واسعة واسعة يعني. شو عاصمة جزر القمر؟ جزر القمر بس عصغير عصغير. ان هي عاصمة وليدة هي عاصمة هي بلد جزيرة القمر. جزيرة القمر برافو عليكم. طب اخر واحدة يعطيكم اياها هيك تكون شوي. شو عاصمة قطر؟ قطر. دوحة. دوحة. شو عاصمة الامارات؟ ابو ظبي. هيك ابو ظبي عم اشتغل والله عم اشتغل عم بدي اعيش يعني. شو ده شو عاصمة الامارات؟ يا ابو ظبي يا دبي. انت رقي. لا دبي انا زوقي يعني. هن يصطفلوا شو عاملين؟ ما بعرف يطلع منك احلى خلص. شلون صحصحه؟ رايقين فايقين كله. انت حدا تعبان؟ شو عاصمة السعودية؟ سواد. شو عاصمة السعودية؟ رياض. شو عاصمة البحرين؟ بحرين ما بعرف. شو عاصمة الأردن؟ هلا شو يعني والله ما بعرف. صار عواصم ما بعرف ما بعرف. الأردن هيك ناحق. الأردن هون شو عاصمة الأردن؟ ناحية يا زلمة أنا عاصمة بلدي بالزور عرفانة. لبنان. بيروت. ها؟ بيروت. شو هذاك شكلك؟ تعال تعال ساعد. لا لا زين. شو اليوم نحن عندنا فقرة جديدة. تفضل. تمام. نسأل الشباب على عواصم. نسألك اللي بيخسر ياكل قتله. لا عيونك ما في هو حاطه رح تاكل قتله بين الاثنين. انا ما بصير. تفضل. لا بينات بعض امزح معكم طبعا. شو عاصمة ليبيا؟ تونس. ايوه. لا 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 طرابلس. طرابلس مين جلست. شو عاصمة الكويت؟ الكويت. الكويت. شو عاصمة العراق؟ العراق. اربيل. لا مو اربيل. شو كانت؟ بغداد. بغداد بغداد. شو عاصمة السودان؟ اربيل. اربيل. لا لا الصومال. ايه اولى اولى الصومال. الصومال. الصومال احسن. الصومال. ايه افتي افتي ايه افتي ايه اهبل اهبل. لا لا اهبل. عاصمة الصومال. عاصمة السودان الصومال. الخرطوم وين راح؟ الخرطوم. الخرطوم والله يعافيك. طيب نعمل تحدي بيناتكم مش عارف مين اول شاب ولا بنت. اقرب لهون. شو عاصمة السعودية؟ عاصمة السعودية؟ لا عاصمة السعودية. اجيت سألتنا غلط. بدك تفتلي هيك شان تبيني. شو عاصمة السعودية؟ مكة. شو عاصمة اليمن؟ اليمن؟ ما كتير شاطرة بالجغرافيا. شو عاصمة لبنان؟ لبنان. لبنان بيروت. بيروت الحمد لله. شو عاصمة السودان؟ صومال. اليوم بقول لهم شو عاصمة السودان الصومال، شو عاصمة البحرين السعودية، لا مو هيك، شو عاصمة؟ يعني هي بتجي بقلب الدول. اسألني عن سوريا، فورا مجاوبة. الله أكبر ما شاء الله عليك. أنا أمسك العالم مثلا شو عاصمة سوريا دمشق ويروح وهيك. وحلقة تجيب مشاهدتين. شو عاصمة مصر؟ مصر؟ لا هيك قصدي كثير هيك. القاهرة. ثلاث سنين وحدة ومدري شو لازم. شو عاصمة العراق؟ هلا لا تسألني أنا ثلاث سنين بكالوريا عشان أختصر عليك من الأخير. ثلاث سنين بكالوريا؟ إيه. شو عاصمة سوريا؟ لبنان. اليوم عم نختبر المعلومات العامة تبع العالم. بدنا إياك شو مصحصح؟ إيه. بس أنت شو بوليس ودنيا وينا؟ إيه. ليك حد زني. شو عاصمة السعودية؟ السعودية. شو سألك أنا؟ شو عاصمة السعودية؟ شو عاصمة السعودية؟ وين الغراس في السعودية يا زلمة؟ شو عاصمة السعودية؟ نعلك؟ نواكشت. شو؟ نواكشت. شو نواكشت؟ عم تحكي فرنسي؟ نواكشت. نواكشت. عاصمة السعودية. خلص نواكشت. شو عاصمة اليمن؟ ما في غير سؤال؟ لا بعطيك غير سؤال بس. شو عاصمة اليمن؟ لك احكي يا زلمة. طب ما بتعرف عاصمة اليمن؟ لا. شو عاصمة لبنان؟ بيروت. الحمد لله. شو عاصمة سوريا؟ الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ شو عاصمة اليمن؟ اليمن؟ من أولها؟ من أولها؟ شو من أولها؟ شو عاصمة اليمن؟ اليمن
اليمن. الله يخجلهم خجلونا والله. نحن بنعرف عواصم يعني اليمن عاصمتها الأربيل. شو عاصمة اليمن؟ اليمن والله ما بعرف. سعودية. سعودية الإمارات. سعودية عاصمة الإمارات. طب شو عاصمة الإمارات؟ الكويت. شو عاصمة الكويت؟ شو عاصمة الكويت؟ الكويت. الكويت ثبتنا الكويت. غدت منها. أنت حسك طيارة هيك شو؟ ما بسألك عواصم. شو عاصمة سوريا؟ عاصمة سوريا دمشق. ليه؟ هي عاصمة دمشق سوريا. عاصمة دمشق شو؟ سوريا. يا رب يا رب استرها معاه يا رب. أنا واحد مش فاكر أي حاجة خالص. سوريا هي. سوريا هي شو؟ انت شو بدها؟ شو ما بدها؟ شو عاصمة الرياض؟ شو عاصمة السعودية؟ دمام او جدي. جدي رح اقول لك الجواب قبل ما اسال انا مشان هيك يعني مشان انت تخطر لك وتجاوب. بتجي تقول لي الدمام الرياض. شو بيعرفني الرياض اخي نفس الشيء. شو عاصمة المغرب؟ هي ما بعرفها. شو عاصمة ليبيا؟ ليبيا شو عاصمة ليبيا؟ انا مسألة. انت انا مسألة. انا معي الماي. شو عاصمة لبنان؟ لبنان بيروت. الحمد لله. شو عاصمة العراق؟ العراق البصرة. حافظ كل العواصم. حافظ كل ال عامل له شو عاصمة العراق؟ بيقول لي البصرة. ايه شو العراق؟ قولي له. نقليني نقليني. برافو عليك. لكن عم قله البصرة. عاصمة العراق البصرة؟ لكن شو؟ شو شو؟ بغداد بغداد. ايه 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 ايه. بغداد. محل التمور وما التمور يا زلمة. بغداد محل التمور؟ والله انتوا وينك؟ ماسكين لك شو عاملين؟ عم تلعبوا بزز انتوا عرفتوا ايه تبع تركوا الشغلات مركبين الوطن العربي بالغلط. طيب اخر سؤال للعواصم. شو عاصمة البحرين؟ بحرين؟ والله هي السودان. انت عم تسأل السودان. السودان اخي خلص. شو عاصمة السودان؟ بحرين. كنا معكم برنامج كمشتك حيث كمشتك أكبر عدد ممكن العالم. سألناه عن عواصم الدول العربية وطبعا خبصوا تخبيص. خبصوا تخبيص ما بدي لكم يعني شفتوا انتوا بالحلقة. مهم تشتركوا بالقناة حطونا لايك وباي باي.